خليو الفلوق يبدا. صباح الخير عليكم، نهار جديد. المهم انا في جامعه ويرقان، باقي فيها نهار ثاني فيها وازاد هذا البلاصه، المنطقه كامله سميتها ازاد. البلاصه اللي حنا دابا عبد الرحيم تيمجيش واي واحد ديك تيزينيوس، واي راه تيزينوس تيزيوس هذيك اللي شفتو الفيديو البارح الا كانت تلاح تيزيوس ما صعبي، هذيك ماشي تيزينيوس، راه ما تعرفش النطقه. المهم نتوما فين كاين شلالات وداك الشيء واعر، ولكن بعيده بزاف علينا. مره اخرى ان شاء الله اليوم غنقدروا بهنايا، انا ناضي تا واعر الطريق كامل دايره هكا جينا. سيا نزيد من هنا طيب هنايا تتعمروا هنايا تسدوها من اللي هي تعمر هنايا تولي غار عمومي مسبح ملكي في الصيف خروج ملمى. هو السيد عبد الرحيم ضريف بارد اخي الماء هنايا بارد لا بارد والله. هذا كاين شلال صغير هنا واحد صغير منه، دابا نحاولوا نهبطوا لواحد اللي تحت واحد كبر منه شويه وحسن. يلا نمشي ما غادي الدنيا كي دايره هنا واعره الشمس. المهم نسيت النظاظر ديالي، هي الطريق اللي دايزين منه واعر واعر. الواد دايز من هاد الجنب هذا تيهبط لهنا، هادشي كامل تيمشي يعمر في البراج. الواد راه خلينا لهيا هنا الطريق ما صحش. احنا الاخوان هذه شجره القرقع، اول واد موراي غادي ها هو مضبط ليه. يلا احنا نمشيو بحال ديما الاخوان. اكتشاف من الاكتشافات ديالي انه الا بقيتي غادي مع هذا الواد ما عمرك تساليها صاحبي، تبقى غادي هكا حتى للبراج، كلشي واعر كلشي زوين اصاحبي حتى للبراج هكا. تيزيوسم راه هي سميت الدوار اللي كاين في اخر طريق ديال هنايا، اخر دوار وجماعه ديال ويرقان. وداك تيزيوسم ملي توصل ليه تضرب واحد المسافة عاوتاني عاد توصل شنو سميتو الشلال الكبير الواعر ديال هاد الواد اللي جاي منو هادشي. وهذا دابا تيبقى غادي يخوف البارد عبد الرحيم راه هو اللي هنا. يلا نمشي احنا وصلنا ليه، هو هذاك داك الشلال اللي هابط من تما داير من لهنا. منين جينا من ديك البلاصه منين جينا وغادي غادي غادي هكا 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 تتعاود يخوي تما وتيرجع وتيضرب الدوره وتيمشي هذاك. وعاد كاينين شي بلايص بحال دابا هاد الجبل هذا، في واحد البلاصه لهيها خارج منها الماء من الجبل وين عاوتاني خارجه هذاك، هو ماء معدني طبيعي. علاش تيقولوا لي اخي هذاك اللي تيبيعوا لكم في القرايه، علاش تيقولوا ليه ماء معدني طبيعي؟ البلان ديالو هكا داير، حيت دوك المعادن وداكشي اللي تيكون وسط الارض في ديك الطبقه ديال الارض تيذوبوا مع الارض تيذوبوا مع الماء وتيبقاو يمشيو معها تيكون فيه حتى داك ثنائي اكسيد الكربون وداكشي، هذاك الشيء علاش تيديروه في قرعه وتيبداو يبيعوا ماء معدني طبيعي. دونك الصوت هذا ماء معدني طبيعي اغلبيه تيكون ديال الثلج ولا خارج من تحت الارض. المهم معلومه خفيفه ظريفه كانت في بالي بصح. هذا قرقع وكاين الكرموز كاين ما يتشاف. يلا نمشيو نشوف ها هو لتحت. ها هو عبد الرحيم
مرات عبد الرحيم معناتها بقا نصور نوقف ونزيد ونزيد هو مولف هادشي توصل ليف بيه فيه حمقتو اليوم. هاني عبد الرحيم ياك هاني عطلتك عبرت عليك يلا خي نمشي. مشكلة صاحبي شكي جاي انا سنبالة صاحبي الصباع ديما انا وعندي صباط ديال الجبل وداك الشيء وصل شنو اللي انا بطلع من هنا يا منين بطي عبد الرحيم منين من هنا المهم الاخوان احنا وصلنا لهاد البلايصه هادي دورنا الكاميرا نشوفها هادي اخر نقطه غنوصلوها اليوم هادي اخر نقطه غنوصلوها دابا انا غير نهبط تما نضرب واحد الشيء خفيفه ونقدر نعوم فيه والله ما تعرف لا لا واه الرزل لا لا ولا زعما ما غير لا بعد ما عمت وساليت جيت لهاد البلاصه هادي هاد الحجره هادي جات عاليه ونشف شويه حيت راه فزك. المهم هاد البلاصه هادي واعره كاين واحد البلاصه هنايا مسطحه واعره تحط فيها لا طونطو داكشي ديالك تخيم وكاين الكالم كاين شلال تحت منك داك الماء تشرب منه ما تيوصلش بنادم مامن ما كاين لا حوانت ما كاينش كاع الباشا تيجي وقال لك الناس قلال في الصيفي يخيموا هنايا نصارى وشويه ديال ياك عاد قليل داكشي تيكون ماشي بزاف دونك مأمنة بلاصة واعرة وكانت كان نهار مطنطن صراحة كلشي جديد فيه. اوه انا تيسالي الفيديو ما تنساوش تابوناو شي جيم وكومونتير زوين ياك خي عبد الرحيم دير لهم